إذن مشير شفتوي تحية طيبة، كنحييكم من أسواق العتيقة مدينة جدة كما كنشوفوا معنا. إحنا في جولة أثناء إغلاق المحلات التجارية. البلاصة هذه فيها الكوير، شوف هذه الأجواء هنا في السوق. نديروا جولة الأزقة ديال مدينة قديمة كما كتشوفوا. هاد الوقيتة كل شيء ساد، وزي عكس المدن المغربية الأخرى كتلقى كل شيء بايع شاري. دابا للأسف راه عاد 6:30، ولكن كل شيء كتشوفوا كل شيء طرق. كل شيء ساد. وجدة الوحيدة في المغرب يمكن اللي كيسدو بكري. كتشوفو معانا الحمد لله، إلا بعد الصناعية اللي كيخدمو بليل المساكين. كتشوفو معانا بالنهار كيدوز من هنا بقات قضية عامرة. دابا سبحان الله شونجي قلب مهجورة، كل شيء ساد، كل شيء. سي هيثم تبارك الله عليك. هذه هي الأجواء هنايا، نحاول نديرو جولة في الأزقة ديال أسواق مدينة وجدة. وما ننساوش عاوتاني أنه حنايا في المدينة القديمة، أعرق. شوفوا هاد الجهة هادي، الناس كتستعد باش تسد. استعدادات الجهة معروفة بملابس تقليدية، بلا غير جلابات، كتاشط، عبايات تاع الرجال صراحة. إذا هادي هي الاستعدادات هنا مدينة وجدة كما كتشوفو معانا. احنا في مصداق منطقة اللي معروفة، هذا جامع حدادة، جامع الشهير هنايا معروف. شوفوا معنا الأجواء كيف دايرة. خويا سوق ماشي سوق الفلاح هذا، هذا راه حنا في المدينة القديمة. المدينة القديمة كما كتشوفوا معنا، هذا مسجد حدادة العريق، مسارية جامع حدادة، من أقدم المساجد مدينة وجدة. كتجيو هنا بالنهار ما تلقاوش وين تدوز. السلام عليكم. إذا هذه الأجواء. هنايا سيتو الساق ديال وجدة باقيين محافظين على العادة نتاع أنه المرأة الساق قبل ما يودن عليها المغرب خاصها تكون في الدار. هنا كما كتشوفوا معنا، هنايا غادي يخرجوا باب سيدي عبد الوهاب. كتشوفوا معنا الناس كتجمع.
نخرجوا بمشي الذهب الساحة الشهيرة خارجين أبواب العتيقة ديال المدينة وجدنا كما كنشوفو هذه باب سيدي عبد الوهاب خرجنا الساحة الجمالية تاع الساحة كي دايرة حنا ندير لكم هذه الجولة هذه إن شاء باب سيدي عبد الوهاب كنشوفو هذه الأجواء